مشوار الأربعة كان مفيد للكل. أساساً مناخ البقاع وصفة وبيفتح القلب والنفس. خلينا نشوف سوا هالروبورتاج. تلقوا الطلاب دعوة من وزارة السياحة لتمضية نهار سياحي كامل بيتعرفوا فيه على البقاع والضيافة اللبنانية. نهار الأربعة تركوا الأكاديمية وانطلقوا. أعزائي المشاهدين، مثل ما أنتوا شايفين، مثل ما أنتوا عارفين، احنا الحين طالعين. وين رايحين؟ المحطة الأولى كانت بتعنايل، والكل مدعوين على ترويقة لبنانية بلدية على الأصول. أكثر من كذا يعني ما أدري شو أقول. معنا أوكي، كونوا أوكي، وش تحسون فيه؟ أتوقع ما راح يكفوا الرحلة وأنا للحين أكل. اشتقنا. المعجبات مش مصدقين عيونهم، الكل حسوا بالارتياح، اتنشقوا الهوى الصحي، ملوا عيونهم والرواية والقلب، اتروقوا سوا وانطلقوا بتمشاية بقلب الطبيعة الحلوة. لكن الأساتذة طلعوا بسيارة خاصة بقيادة رولا. لحظة، شفت وردة حمراء بيب؟ الله يخليك. بعيداً عن الأكاديمية والشغل، هون الواحد بينسى كل شيء حتى نفسه. شو؟ مزورت مناظر رائعة، ربيع وألوان وطبيعة بتاخد العقل. المحطة الثانية بعلبك، بعلبك حلم فني للكبار، وقلعة بيكبر فيها التاريخ. زفة ورقص، دبكة وهيصة، اللي بيدبك واللي ما بيدبك شارك. من دون ما ننسى السيف والترس، وهن من التراث المستمر بالحاضر. ضمن هالأجواء التقليدية الرائعة، حب عبد العزيز يعمل سياحة على طريقته. هنا كان يقعد إله شو اسمه الفوكاليز. هو بيبي؟ إله الفوكاليز. لارا، ديناصور، ديناصور إن بالبك. الكل حابين يبقوا، لكن زحلة بالانتظار. بعروس البقاع استقبلهم وزير السياحة، وكان لابد من كلمة ترحيب. برحب فيكم، أنا هون، هاي مدينتي زحلي. حبيت تتعرفوا على جزء من لبنان حلو كتير هو البقاع، وشفتوا أنتوا اليوم قلعة بعلبك اللي عمرها ألاف السنين، واللي هي عن حق وحقيق بدون رتبة بتعتبر من روائع الدنيا السبعة. وين عم نروح؟ ستار أكاديمي خالي بالعالم، مش خارب، خالب يعني خلاب. تغدوا وشاركوا بالرقص التقليدي مع فرقة تراثية، ومش غريب انه ناصر يتحمس ويدبك معهم. دبكة مطعمة باسلوب ناصر، وبما انهم بزحلة وصل ميشيل رماح ابن الضيعة وسلم على الجميع.
لكن صار وقت يرجعوا على الأكاديمية. طلعنا مشهورين وما ندريانين بالبرايم، حتشوفوا تكسير، حتشوفوا ولعان. خلص النهار، انتهى يوم، ختمنا فصل، وما خلصت الحكاية. رولا مساء الخير. شو انطباعاتك حول هالمشوار السياحي اللي اكتشفوا فيه الطلاب مناطق مهمة جدا بلبنان؟ أنا بدي أقول أنه لبنان كتير حلو، وكل ما منشوفه منلاقيه أحلى وأحلى. بدي أشكر وزارة السياحة على هالمشوار اللي عن جد كان كتير حلو، وكان نهار من عمر ما رح ننساه كلياتنا. هيدا كل شيء بدي. شكرا رولا. منكمل سهرتنا ومرة جديدة مشاهدينا منستقبل